عليكم حبيباتي، لاباس عليكم؟ كيف بقيتوا شويه؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا، مرحبا بي معكم. هاد الازل اللي ما طلعكمش في الراس مع لبنى، المهم مرحبا بكم معايا، مرحبا بي معكم، مرحبا بكم في قناه خاتكم لبنى، قناه صحتي في جمالي. كنتمنى من الله تكونوا في احسن الظروف ان شاء الله يا ربي. كنتمنى من الله لي فيديو اللي كنحط لكم ينال اعجابكم، وتتمنى من الله اي واحد طلب مني شي حاجه وحطيتها له استفد منها كما كنستفد منها انايا. الفيديو ديال اليوم اللي هو عباره عن كريم لازاله البقع السوداء، بقع سوداء والنمس والكنف من الوجه بالنسبه للافام، بصفه عامه ولا بالنسبه للمراه بصفه عامه. المهم هاد الكريم هذا تيكون في بارا فارماسي في لا فارماسي. دونك انا قبل ما نبدا الفيديو كنصحكم تاخذوه من بارا فارماسي، تيكون ناقص الثمن حيت البرودكسيون كتكون شويه ناقصه. احسن وانجح كريم لازاله البقع السوداء اللي هو، قبل ما نوريكم الكريم كنتمنى ما تنساوش دقوا الجرس، تابونا، دي لايك ديالكم، كومونتاري زين بحالكم باش اختكم لبنى بكم تزيد القدام ان شاء الله يا ربي. و ايوا كريم اكلاسيسونت اللي هو كليرمين، كليرمين ازاله البقع والنمش والكنف من الوجه. قرا تقرا لكم هكا ولا تقرا لكم هكا ما عرفتش. المهم هي كليرمين سكرينيو، الثمن ديالها 45 درهم، 50 درهم في البارا فارماسي. كاين اللي كيبيع 50 كاين اللي كيبيع 45، هذا هو الثمن ديالها. كيفاش كنستعملوها البنات كليرمين؟ كيفاش كتستعمل؟ انا نوريكم كيفاش كدير داخل قبل ما نقول لكم كيفاش كتستعمل. ها هي تشيب فيه 30 غرام صراحه كدوز. كيفاش كنستعملوها؟ قبل ما نستعملوها جوج المرات في النهار، ماشي في الشمس وماشي في الصباح، كنستعملوها حتى العشيه مي كتبقى تغرب الشمس نديروها. غسلوا وجهنا بواحد الماء شويه دافي، ما يكونش بارد ما يكونش سخون، ولا بشكل دائري باش كنحلوا المسام، من بعد كنشفوا بواحد الفوطه وكنديروا الكريم ديالنا قبل الغروب وكنخليوه. مي كنبغيو نعسو عاوتاني بلا ما تسخني ما تغسلي وجهك ما حتى شي حاجه حيت ديجا المسام محلولين، كنولي نديروا الكريم وكنعسو جوج المرات في النهار قبل البلوغ قبل غروب الشمس ومن تغرب. نبغيو نعسو جوج المرات في النهار، من بعد في الصباح حيت هاد الكريم هذا ما خصناش نخرجوا به للشمس ولا ما خصناش نشوفنا الاشعه ديال الشمس، لي غيون ديال الشمس ما خصوش نشوفهم. من بعد مي كنوضو في الصباح كنكونوا غادي للخدمه ولا ندخل الكوزينه ولا غادي للدراسه، نغسلوا وجهنا مزيان ونديروا الواقي الشمس ديالنا اللي هو ليكرون وعاد نخرجوا. هاد العمليه كنكرروها المده ديال تقريبا شهر ولا اقل على حسب لي طاش اللي عندك. اللي كانوا قدامين خصنا شهر، كانوا جدادين دغيا كيتحيدوا. من بعد ملي كتصفن الوجه كتبان لنا واحد النتيجه اللي عجبتنا وزوينه وهي هذيك، ماشي كنحبسوه فجاه نو، بالعكس كان مثلا كنا نديروه يوميا نبقى نديروه نهاريا نهارنا المده ديال واحد 15 جوغ، من بعد يومين يومين لا يومينيه وهي غدا كنحيدوه. علاش كنديروا هذه الطريقه هذه؟ لان فيه الكورتيكويد، الكورتيكويد اللي قطنا حيدناه فجاه بحال ما درنا حتى شي حاجه، كبو الما فرملا. هذا هو لا فيديو ديال هذا النهار ان شاء الله يا ربي. كنتمنى الى اعجابكم، ما تنساوش تبعوا النصائح ديالو كما عطيتكم بالحرف وتلقاو نتيجه فعاله ومرضيه ان شاء الله يا ربي. ما تنساوش اختكم لبنى ديما في استماع، اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم معايا. الى فيديو مقبل ان شاء الله ما تزبيوش تابونا، دق الجرس، خليكم منتظرين بحالك بكم نتوما انزيد انا القدام. الى فيديو مقبل ان شاء الله.